أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من ساعة حرة، وفيها نناقش الملف السوري انطلاقا من التطورات في كل من ملفي عفرين والغوطة الشرقية. في عفرين حيث تركيا تصاعد هجومها في اتجاه المدينة وسط تحذيرات من داخلها أن أي معركة في الداخل في ظل الكثافة السكانية فيها قد تؤدي إلى مجزرة وإبادة جماعية وفق تعبير وحدات حماية الكردية، في حين تصر تركيا على أنها تواجه في هذه العملية مجموعات إرهابية. أما في الغوطة الشرقية فتستمر عمليات إجلاء بعض المدنيين والمصابين من مدينة دوما مع استمرار الغارات الروسية والسورية على مناطق في الغوطة. أرحب بضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة، وهم معنا من اسطنبول الدكتور سمير صالحة الكاتب والأستاذ الجامعي التركي، ومن اسطنبول أيضا السياسي السوري المعارض سمير نشار، ومن الرقة رئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ومن واشنطن مدير مركز مارغريت تاتشر في مؤسسة هيريتج نايل جاردنر. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. قبل أن نبدأ النقاش معكم، نبقى أولا مع هذا التقرير عن تطورات فيما يتعلق بالملف السوري وأيضا ملف عفرين بشكل رئيسي الذي سنبدأ به هذا النقاش. نتابع هذا التقرير. تزدحم طرق النزوح المنكمشة باطراد في مدينة عفرين بالمدنيين الفارين. شاحنات وعربات تلملم الذكريات مع ما تبقى من مقتنيات باحثة عن الأمان لركابها، بينما تضيق القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها الخناق أكثر فأكثر على أكبر معاقل الأكراد السوريين غربي نهر الفرات. ولا تبدو أحوال من آثروا البقاء في عفرين أفضل، فسيطرة القوات التركية على العديد من مداخل المقاطعة أدى إلى شح كبير في الأدوية والمواد الغذائية وفي مقدمتها الخبز. كما تؤكد وحدات حماية الشعب الكردية أن القوات التركية قطعت مياه الشرب عن عفرين بعد قصفها لمحطة الضخ الرئيسة وسيطرة القوات المدعومة من أنقرة على سد يغذي المنطقة بالمياه. معظم أهل عفرين عم يعانوا من مشكلة المياه أكثر شيء، وفي عنا حصار شديد على القرى، وفي عنا طائرات عم تضرب بين المدنية وقد صعد الجيش التركي والفصائل المدعومة منه في الساعات الأخيرة من ضغوطهما لإحكام الحصار على عفرين، لا سيما على المحور الجنوبي الغربي من جنديرس والذي يضم مرتفعات استراتيجية قادرة على السيطرة ناريا على المدينة. تطورات جعلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوقع السيطرة بالكامل على مدينة عفرين التي تؤوي مئات آلاف المدنيين في غضون ساعات، قبل أن يتراجع مكتبه عن التصريح ويوضح بأنه كان يقصد استكمال حصارها. اقتربنا قليلا من عفرين، وأرجو أنه بحلول مساء هذا اليوم ستكون عفرين قد سقطت بالكامل في قبضتنا. وتنذر تطورات الساعة الأخيرة بإمكانية اندلاع مواجهة بين القوات المدعومة من أنقرة والقوات النظامية السورية، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومواقع موالية للنظام بأن المقاتلات التركية قصفت حاجزاً لقوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة قرب عفرين، ما أسفر بحسب المرصد عن مقتل عشرة عناصر. كما تفيد بأن القصف الجوي التركي طال بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في ريف حلب. وعلى الأثر أعلنت القوات الموالية للحكومة أنها قصفت مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا. ونبدأ نقاش مع ضيفتنا من الرقة عبر سكايب السيدة إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية. أولا هل لك أن تضعينا في آخر ما يتوافر لديكم من معلومات من داخل عفرين؟ أنتم على تواصل طبعا مع المدينة من الداخل، بعد هذه التصريحات للرئيس التركي هل تتوقعون معركة قريبة داخل المدينة؟ طبعا عندما بدأت الحملة الشرسة من قبل الحكومة التركية على مدينة عفرين وصلتنا معلومات أو أردنا أن نفهم من العديد من القوى والأطراف الصديقة والغير صديقة بأن سبب هذا الهجوم ما هو. الجميع قالوا بأن هذه الحملة ستكون قصيرة ولمدة محدودة ولن تطول،
لكن مع مرور الزمن رأينا بأن الجيش التركي كان غير قادر على تحقيق ما كان يصبو إليه في أيام معدودة. لذلك فعملية المقايضة التي حدثت بين روسيا وتركيا حول عفرين والغوطة الشرقية أدت ما آل إليه الآن الوضع. فحاليا الوضع متأزم جدا في داخل المدينة. اليوم بدأ النظام التركي الجيش التركي بقصف وحشي على الأحياء السكنية والمليئة والمكتظة بالمدنيين، راح ضحيتها 33 من المدنيين، 4 منهم أطفال صغار، وحتى الآن لا تزال مجموعات الإنقاذ تبحث عن الجثث وتبحث عن الجرحى الذين أصبحوا ضحية للجيش التركي. تتحدث عن قصف داخل المدينة، يعني استهداف مواقع داخل المدينة داخل عفرين؟ طبعا القصف حدث على الأحياء المدينة داخل على الأحياء المدنية داخل المدينة، واستمر لساعات، وحتى الآن لا تزال القذائف تصل إلى الأحياء المكتظة بالمدنيين. كما أنه من عدة أيام وخلال أسبوع ما يقارب الأسبوع عندما سيطرت تلك المجموعات على سد ميدانكي قطعوا مياه الشرب عن المدينة، وحاليا يوجد أزمة في من الناحية من ناحية مياه الشرب وتأمين الاحتياجات اليومية. طبعا الهدف من هذه الحملة هو إفراغ المدينة من أصحابها الأصليين وإفراغ المنطقة بالكامل. فالحكومة التركية تقوم بحملة إبادة عرقية للشعب الكردي في عفرين، وهي مستمرة في حملتها تلك، وتوهم العالم بأن هناك مجموعات إرهابية تهدد الأمن الداخلي الدولة التركية. ونحن نقول إن كانت الدولة التركية مسألة أمن قومي، ألا يوجد للشعب الكردي والشعب السوري مسألة أمن قومي حتى تقوم الحكومة التركية وجيشها بالهجوم على المنطقة الآمنة التي حوت عدد كبير بمئات الآلاف من النازحين الآتين من المناطق السورية الأخرى داخل عفرين؟ نقاط كثيرة سيد إلهام أحمد، سأبدأ أولا بمناقشة بعضها طبعا مع الدكتور سمير صالحة من اسطنبول، الكاتب والأستاذ الجامعي التركي. أهلا بك دكتور صالحة مجددا إلى ساعة حرة. قبل أن نخوض في بعض العبارات التي قالتها السيدة إلهام أحمد، أريد منك قراءتك لمسألة اللغط ما بين التصريح الواضح للرئيس أردوغان توقعه سقوط عفرين الليلة ونحن نتحدث الآن، ثم توضيح الرئاسة التركية لاحقا أنه يقصد استكمال تطويقها. نعم، مساء الخير للجميع. أولا يعني أنا عندما سمعت هذا التصريح ظهرا افترضت أنه سيكون هناك تفاهمات تمت بين موسكو وأنقرة، وأنه هذه الوحدات المحسوبة على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قبلت أن تغادر مدينة عفرين وتجنبها هذه المواجهات العسكرية. لكن لاحقا عندما جاء التصحيح من قبل أنقرة بأنه المسألة مرتبطة بمحاصرة المدينة فقط، بدأت أقول أنه عملية التطويق على المدينة مستمرة، وأنه تفاهمات أو حظوظ التفاهمات حول سحب هذه المجموعات من هذه المدينة المأهولة بالسكان فشلت. لكن طبعا في جميع الأحوال الآن الأتراك يصرون على أن هناك معابر ستظل مفتوحة أمام من يريد المغادرة من المدنيين، لأنه الأتراك مصرين على الدخول إلى هذه المدينة بالتنسيق مع الجيش السوري الحر وإخراج هذه المجموعات منها. نعم دكتور صالح، فيما يتعلق يعني اشارتك الى انك في البدايه ظننت ان ثمه تفاهمات حصلت تتيح دخول القوات التركيه، والان في ختام المداخله تشير الى اصرار القوات التركيه على دخول المدينه. يعني بموضوع التفاهمات يتحدث البعض عن انه من الممكن ان تتم فعلا تفاهمات تجنب المدينه معركه، لكن في حال لم تحصل تفاهمات تتوقع فعلا ان
تستمر القوات التركية مع حلفائها من الفصائل السورية في التقدم نحو المدينة رغم هذا الاكتظاظ السكاني الكبير فيها، والذي دفع بعض قياديي الأكراد من داخلها إلى القول إن أي معركة فيها تعني حرب إبادة؟ طبعا يعني كل هذه التعبئة والحشد العسكري وإرسال المزيد من الوحدات الخاصة المدربة على حرب الشوارع في المؤسسة العسكرية التركية أظن تؤكد أنه أنقرة ماضية في عملية غصن الزيتون حتى النهاية، لا مشكلة. لكن طبعا أنا أتفق معك في نقطة أساسية، أنه منذ البداية وأنا أدافع عن وجهة نظر أنه لابد أن يكون هناك تفاهمات دون تجنب المدينة هذه المواجهات العسكرية. لكن الرسالة بقدر ما تعني الجانب التركي تعني الذين يريدون أن يحتموا وراء المدنيين أيضا، لأنه هذه الوحدات جربت حظها خارج مدينة عفرين السكنية وفشلت في القتال على أي جبهة في المناطق المجاورة، وهي تعرف تماما ما هي الخطة التركية ومع من تنسق تركيا في هذه الخطة، مع الجانب الروسي وواشنطن تعرف تماما تفاصيل عملية غصن الزيتون. لذلك عندما نرى أنه هذا هناك إصرار على لعب ورقة المدنيين بهذا الشكل، هذه نقطة أيضا برأيي ستسرع من عملية دخول الجيش التركي إلى المدينة. بإشارتك إلى موضوع أن واشنطن تعرف مسألة طبيعة تفاصيل عملية غصن الزيتون، دعني أسأل دكتور دانيل جاردنر في هذا المجال في واشنطن، عما إذا كانت واشنطن مطلعة على احتمال أن تشهد المدينة ذاتها، مدينة ذاتها عفرين، معركة بين الجيش التركي وداعميه، وفي الجهة الأخرى بين القوات المقاتلة على الأرض، هذا قد يعني ربما مجازر، قد يعني دماء كثيرة، هل ستسمح واشنطن بذلك؟ هذا سؤال جيد جدا، وهناك الكثير من القلق في واشنطن بشأن الموقف في عفرين، خاصة الموقف الإنساني حيث مئات الآلاف من المدنيين في خضم هذا النزاع، هناك أزمة إنسانية. وأعتقد من المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدعم حاليا أحدى مجموعات وحدات الحماية وليس الوحدة التي تعمل داخل عفرين. السيناريو معقد هنا، ولا يوجد دعم أمريكي مباشر للقوات الكردية داخل عفرين. وبعد أن قلت هذا، أعتقد أن واشنطن قلقة جدا بشأن ما نراه في عفرين حاليا، وأن هذا قد يتصاعد ويتحول إلى سفك دماء وفقدان لأرواح بريئة، وهذا سيناريو سيء جدا. إذن من المهم أن القوات التركية وأي مجموعات متمردين مدعومة من تركيا في المنطقة، من المهم ألا تلحق خسائر في أوساط المدنيين. وبدون أي شك تركيا لديها هواجس حقيقية بشأن الروابط بين وحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني. تركيا حليفة في الناتو، ومن المهم أن تحترم الحياة البشرية، وليس من الحكمة بالنسبة لتركيا أن تتقدم في عملياتها العسكرية أكثر وأكثر، وأن تنتقل إلى مناطق في قبضة الولايات المتحدة حتى تتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في سوريا. هناك قلق في واشنطن لأن عفرين ممكن أن تنتشر إلى المناطق المجاورة حيث أمريكا لها مصالح عسكرية مباشرة، وهذا يجب تجنبه. بعد الفاصل أستمع إلى السيد سمير نشار من اسطنبول، السياسي السوري المعارض، وطبعا نستكمل الحوار مع ضيوفنا من اسطنبول وواشنطن والرقة. تابعونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة من ساعة حرة، والمزيد في شأن الملف السوري.
نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. سيد سمير نشار السياسي السوري المعارض العضو السابق في الائتلاف الوطني السوري، أهلا بك مجددا إلى ساعة حرة. قراءتك لمسألة عفرين وارتباطها بالملفات الأخرى يعني ذات الاهتمام فيما يتعلق بالغوطة الشرقية وما إلى ذلك، في ظل حديث عن مقايضات وصفقات، نعطيكم عفرين تعطونا الغوطة الشرقية وما إلى ذلك، وكما شاهدنا في بداية الحلقة في التقرير يبدو أن المدنيين هم الأكثر دفعا للثمن هنا وهناك. يعني أنا أعتقد أنه قضية عفرين هي من جملة الصفقات التي تمت بين تركيا وروسيا، كما حصل تماما في عملية أسقاط حلب مقابل عملية درع الفرات، فإن الدخول التركي إلى عفرين تم بموافقة روسية مقابل انسحاب الفصائل السورية من شرق إدلب وليس الغوطة كما أرى، من شرق إدلب، وكما نصت اتفاقات أستانه أن شرق إدلب من السكة كما يتعارف عليه شرق سكة الحديد سوف يكون تحت نفوذ النظام السوري وإيران، وغرب إدلب سوف يكون تحت إشراف تركي، وبالتالي كما أظن أن الدخول إلى إدلب هو بالتأكيد ليس أولوية سورية لكنه أولوية تركية، وهذه حقيقة وليس مصلحة لا للسوريين ولا للأتراك أن يدخلوا إلى مدينة عفرين، وليس مصلحة أيضا للبي دي أن تبقى في عفرين لأن المدنيين سيدفعون ثمنا باهظا، وأنا لا أعتقد أن تركيا سوف تتورط في الدخول إلى مدينة إدلب، ولكنها سوف تلجأ إلى حصارها في بغية الضغط على قوات البي دي للانسحاب إلى شرق الفرات، على البي دي أيضا أن ينسحبوا من عفرين لأنهم يعرضون حياة المدنيين، جميع المدنيين سواء كانوا أكرادا أم غير أكراد هم بالدرجة الأولى مواطنين سوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية، على الجميع أن يشعر بمسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه المدنيين وهم بمئات الآلاف من سكان مدينة عفرين. لا يجب أن تكون مدينة عفرين أيضا مدينة منكوبة مثل باقي المدن السورية بمثل ما فعل بها بشار الأسد وإيران وروسيا، وبالتالي أنا أعتقد أن مدينة عفرين سوف تشهد تفاهمات في اللحظة الأخيرة ما بين روسيا وما بين تركيا وما بين قوات البي دي لخروج البي دي من عفرين وعدم دخول القوات التركية أو حتى قوات الجيش الحر إلى عفرين لأنها أيضا غير مرحب بها، وهذا سوف يترك تأثيرا سلبيا وشرقا ما بين العرب والأكراد، وهذا ليس في مصلحة السوريين، لكن ربما هذه الاتفاقية التي جرت بين الأتراك والروس أعتقد أن من المحتمل أن يكون هناك تواجد روسي في عفرين بعد إخلاء البي دي تنفيذا للمطالب التركية ودخول القوات الروسية لحفظ الأمن في مدينة عفرين. من الخطأ احتمال دخول قوات النظام السوري أن تدخل تركيا إلى مدينة عفرين، أنا أعتقد أن تركيا إذا كانت التفاهمات مع روسيا لن تعارض الدخول للنظام السوري إلى عفرين لأنها تريد أن تضمن حدودها، وأن قوات البي دي التي تشكل تهديدا لأمنها القومي قد ابتعدوا عن حدودها، وهذا ربما يكون أولوية اليوم إلى تركيا، هي تعرف أن روسيا هي من تضمن النظام السوري، وبالتالي التفاهمات والصفقات هي مع روسيا أولا. أنا أعتقد كما ذكرت أن هذه التفاهمات ما بين تركيا وروسيا وخشية من النتائج المترتبة على تدخل تركي في مدينة عفرين أن يترك آثار
لا يمكن حصر نتائجها لا في سوريا ولا ربما حتى في الداخل التركي، وليس من مصلحة أي طرف في أن يتحقق ذلك. سيد إلهام أحمد في الرقة، هل أنتم منفتحون على تسوية أو صفقة كهذه تخرج مقاتلي البيادي من مدينة عفرين وتبعدها عن تهديد تركيا كما تقول تركيا، مقابل أن تكون هناك قوات روسية وطبعا عدم دخول القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها إلى داخل المدينة؟ أولا أن القوات الروسية كانت موجودة في عفرين وانسحبت في آخر لحظة. ثانيا أن تركيا ليس هدفها إخراج وحدات حماية الشعب من عفرين، إنما السيطرة واحتلال عفرين بالكامل وتغيير ديموغرافيتها. يوميا يصرح أردوغان بأن هدفه الأساسي ليس مقاتلة وحدات حماية الشعب أو حزب الاتحاد الديمقراطي، إنما الهدف الأساسي من هذه الحملة هو القضاء على الشعب الكردي وإبادته بالكامل. هو قال اليوم في خطابه سيد إلهام، قال اليوم إن الهدف ليس الاستيلاء على الأراضي إنما تطهير المنطقة من الإرهابيين وفق وصفه. لا، ليس التصريح لم يكن ضمن هذا الإطار، تتغير تصريحاته بشكل دائم. في الصباح يقول شيئا وفي المساء يقول شيئا نقيض له بشكل تام. لذلك فالحكومة التركية نحن نعرفها بشكل واضح وصريح، سياساتها التوائية مزدوجة، يتحدثون مع الشعب مع الائتلاف بلغة ويخاطبون الكرد بلغة أخرى. لذلك فنحن نعلم بأن الحكومة التركية هدفها الأساسي هو تطهير المنطقة من الشعب الكردي بالكامل، والدليل أن اليوم هم يأتون بالعوائل العربية اللاجئين الموجودين لديها، وحاليا هي تستوطنهم في القرى عفرين على المناطق الحدودية والمناطق الأخرى أيضا. واليوم أيضا عندما حاولت بعض العوائل التي كانت قد نزحت من قراها أرادت الرجوع إلى قراها، فقامت بقصفهم استهدفتهم واستشهد 9 مدنيين من ضمن القافلة التي كانت تود الرجوع إلى قريتها. لذلك الهدف الأساسي لهذه الحملة ليس هو إخراج وحدات حماية الشعب، إنما هي تغيير ديموغرافية المنطقة بالكامل. ولكن إذا طرحت تسويات أنتم منفتحون؟ يعني هل يعني لأن الاتهام قائم من قبل تركيا أن مقاتلي القوى وحدات الحماية يحتمون بالمدنيين ويتخذونهم ربما يعني رهائن وما إلى ذلك في هذه المواجهة، هل هناك استعداد لتفاوض فيما يتعلق بخروجهم مثلا ونزع الذريعة من يد تركيا؟ هذا عار عن الصحة. نحن أردنا الاتفاق مع الروس وأردنا أن يأتي الجيش السوري ليحمي حدوده، باعتبار أنه يتم اتهام الكرد بأنهم يريدون تقسيم الأراضي السورية، ونرى اليوم بأن الدولة التركية هي التي تقسم سوريا بالاتفاق مع روسيا عندما يتم وضع حدود جديدة ما بين النبل والزهراء وعفرين، ويتم اقتطاع هذا الجزء الصغير من الأراضي السورية على لصالح الحكومة التركية، وهذا ما تريده المجموعات المسلحة التي أتت جنبا إلى جنب مع الجيش التركي وتهاجم الشعب السوري وترفع العلم التركي بدل العلم السوري وبدل علم المعارضة. لذلك أقول بأن هدف هذه الحملة الشرسة هو ليس مسألة إخراج الوحدات وهكذا صفقات غير مقبولة، إنما الدفاع عن عفرين إلى آخر نقطة دم هي الهدف الأساسي، والشعب حتى الآن هو الشعب مقاوم ويرفض ترك أرضه وبيته وكرامته ومنزله لصالح مجموعات إرهابية اليوم كانت يهددون الشعب الكردي بأنهم سيقطعون الرؤوس. دكتور سمير صالحة في اسطنبول، ما ردك على مسألة أن تركيا تهدف إلى تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة باستقدام عرب ليحلوا محل السكان الأصليين، وهنا أخذ تعبير السيدة إلهام أحمد الذي قالته في مداخلتها الأولى؟ طبعا يعني هذا السيناريو أنا أسمعه الليلة للمرة الأولى، لم أسمع به
لكن أنا يعني لن أتوقف عنده إطلاقا، لأنه في قضايا حسين أهم بكثير تثبت العكس على الأرض في هذا الطرح تحديدا. قبل انطلاق يعني إذا كان موجودا من الجهة المقابلة يعني هو مسألة مهمة للنقاش، لأنه أيضا مطروح في مسألة الغوطة الشرقية، أيضا مسألة تغيير ديموغرافي، والآن يعني لكل ربما حججه فيما يتعلق بعنوان التغيير الديموغرافي في سوريا، سواء في الغوطة الشرقية، سواء في لاحقا ربما في إدلب، في حلب، والآن أتحدث أسألك عن عفرين في ظل هذا الاتهام من قبل قيادية كردية مسؤولة من موقعها في هذا الشأن. قبل انطلاق عملية غصن الزيتون كان هناك اتصالات ومفاوضات تركية روسية حول أنه تسوية المسألة سياسيا ودون دخول القوات التركية إلى عفرين، منطقة عفرين. حزب الاتحاد الديمقراطي رفض أي دخول أو في نقاش من هذا النوع. كما تتذكر عندما بدأت عملية غصن الزيتون كانت الشعارات السياسية التي رفعها البي واي دي في عفرين أنه إذا كان النظام السوري يريد أن يدخل إلى عفرين فليأتي ليقاتل إلى جانبنا ضد القوات التركية. النظام رفض أيضا هذا الطرح ووصلت هذه الخطة إلى طريق مسدود، الخطة الروسية بالدرجة الأساسية. إذا من الذي يتحمل المسؤولية هنا؟ ليس أنقرة وليس الروس، بل الذين رفضوا الخطة وعرقلوها. الآن أمام التراجع العسكري على الأرض بعدما اختبروا قوتهم العسكرية ووجدوا أنه لا فرصة لهم في المقاومة، يريدون الآن أن يلعبوا ورقة عفرين المدينة، عفرين السكان أقصد. هذه المسألة أيضا أنا أتفق معك أنه ما زالت أبواب المساومات مفتوحة، لكن كيف ستكون؟ طبعا روسيا قد تضغط بثقلها، لكن هل واشنطن ستسمح باتفاق من هذا النوع؟ حلفاء واشنطن في داخل عفرين الآن يتلقون ضربة قوية، السلاح الأمريكي بيدهم، التجهيز والتدريب الأمريكي في عفرين موجود عندهم، ومع ذلك يخسرون وينسحبون. هل ستسمح واشنطن بهزيمة لحلفائها من هذا النوع؟ هذه نقطة أولى. لذلك مسألة عفرين بعد الآن برأيي ستناقش ليس على مستوى المجتمع الدولي، محاصرة مدينة في إطار مدينة سكانية، بل مسألة توسيع الرقعة في ربطها مباشرة بمنبج الولايات المتحدة الأمريكية. إذا حصلت على ما تريده سياسيا في المنبج فبرأيي ستدخل هي في معادلة أوسع باتجاه قطع علاقاتها تماما مع حزب الاتحاد الديمقراطي. منبج الآن هي كعب أخيل الولايات المتحدة الأمريكية. المحادثات التركية الأمريكية مهمة، إذا ما نجحت برأيي ستسرع عملية عفرين أكثر فأكثر. ونستكمل النقاش في هذا الشأن بعد هذا الفاصل الثاني مع ضيوفنا من اسطنبول وأيضا من واشنطن ومن الرقة، تابعونا مشاهدينا بعد قليل، والمزيد في شأن التطورات في عفرين، هل تدخل القوات التركية، أي صفقة محتملة، وما موقف واشنطن. أيضا نتحدث بالمزيد عن هذا الملف بعد هذا الفاصل. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. سيد نايل جاردنر في واشنطن، أريد تعليقك على ما ذكره الدكتور صالحة من اسطنبول، أنه هل ستسمح واشنطن لقوات مدعومة منها أن تخسر بأسلحة أمريكية داخل عفرين في حال تمت أي صفقات تدخل سوريا أو النظام السوري مجددا هناك وتخرج القوات الحليفة للولايات المتحدة من المنطقة؟ فهمي هو أن واشنطن ليس لها مصلحة مباشرة في الانخراط في المعركة داخل عفرين. أمريكا لا تعطي دعم مباشر لوحدات حماية الشعب العاملة في عفرين. بالطبع الولايات المتحدة دعمت قوات الدفاع السورية، وبالتأكيد الولايات المتحدة عملت سوياً مع
أجزاء أخرى من وحدات الحماية الشعبية وهي لا تمنح أي دعم للمجموعة العاملة في عفرين. لا أعتقد أن هناك أي اهتمام من مصلحة أو من مصلحة أمريكا التدخل مباشرة في عفرين حاليا. وبعد أن قلت هذا، لا أعتقد أن هناك أي اتفاق أمريكي حاليا كي تقوم تركيا بالاطلاع بأمن مدينة منبج، حيث لا تزال هناك بعض القوات الأمريكية، والإدارة الأمريكية لم تؤكد المزاعم التركية بأن تركيا وأمريكا ستعملان سويا في نوع من الترتيبات الأمنية في منبج. الموقف معقد، وبالطبع الولايات المتحدة عملت مع أجزاء أخرى من وحدات الحماية الشعبية في القتال ضد داعش، ولكن هذا لم يترجم إلى أي تدخل أمريكي في النزاع بين تركيا ووحدات الحماية الشعبية في عفرين. سيد سمير نشار في اسطنبول، أريد أيضا مسألة متعلقة بالأمن القومي للأكراد التي ذكرتها سيد إلهام أحمد، في مقابل ما تقوله تركيا عن أنها تسعى من هذه العملية إلى حماية أمنها القومي، فأين الأمن القومي للأكراد في هذا السياق؟ في تقديرك هل ستكون أي تسوية محتملة، أي صفقة سورية روسية تركية في تلك المنطقة ضامنة لأمن الأكراد ذاتهم، أم أنهم سيدفعون الثمن من الجميع؟ أنا أعتقد بالنسبة، يعني بس دعني أوضح أنه كلام السيدة إلهام أنه تركيا تبيد الشعب الكردي، أنا أظن هذا الكلام غير واقعي، لأنه في تركيا في 20 مليون كردي، فالأحرى في تركيا أنه تبيد الأكراد اللي عندها قبل ما تذهب لسوريا وتبيد الأكراد، فهذا بين هلالين فقط. يعني هذا الموضوع ليس في هذا الوارد، العداء تركيا ليست ضد الأكراد، تركيا هي ضد قوات الحماية الكردية الشعبية الديمقراطية اللي بتزعمها عبد الله أوجلان، وهي تشعر أن هذه القوات تشكل تهديد للأمن القومي التركي، وبالتالي هناك اليوم قوات البيدي سوف تتعرض إلى ضغوط من مختلف الاتجاهات، وأنا أعتقد أن لازال الأوان موجود الوقت الكافي لعقد صفقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضغط أيضا على البيدي لانسحابها إلى شرق الفرات، لأن الولايات المتحدة موجودة في نقطة توازن، لا تريد أن تخسر تركيا وهي حليف استراتيجي لها منذ عشرات السنين، وبالمقابل لا تريد أن تخسر قوات البيدي وهي شريك للولايات المتحدة في سوريا ضد قتال داعش. هذه حقائق يجب أن نكون على بينة منها ونعترف بها بشكل واضح وصريح، لكن أمام الإصرار التركي أن قوات البيدي تشكل تهديد للأمن القومي التركي، وخاصة أنهم ارتكبوا خطيئة قاتلة عندما دخلوا إلى الرقة ورفعوا صور عبد الله أوجلان، ما علاقة عبد الله أوجلان بالشعب الكردي في سوريا على سبيل المثال؟ الشعب الكردي في سوريا، لكن هنا ثم طبعاً يطرح سيد سمير نشار أنه إذا مجموعات محدودة حملت صور أوجلان، فهل يحمل كل الأكراد هذه المسألة والقول أنهم جميعاً ربما، يعني حضرتك ذكرت أن تركيا ضد مجموعة منهم، مجموعة حماية وحدات الشعب، وبالتالي الصورة الآن في عفرين تبدو وكأنها ضد الأكراد كلهم وفق ما يقولون من داخل عفرين. لا، أنا لا أعتقد أنه ضد الأكراد، هذا تصور الحقيقة غير واقعي، وأنا أرجح، لا أزال أرجح أن هناك صفقة سوف تكون في الأيام أو الساعات القادمة ما بين تركيا وما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، تفترض أن عدم دخول
قوات تركية إلى مدينة عفرين ولا حتى قوات الجيش السوري الحر الفصائل التي ترافق القوات التركية، وأن قوات البيدي يجب أن تنسحب إدارة المدينة. أنا أعتقد وأرجح أنه سوف يكون هناك قبول أن روسي بضمانات للجميع الأطراف، وربما يستعين الروس بالنظام السوري. هذا ليس مجال اعتراض. الولايات المتحدة الأمريكية هي منذ البداية قالت أن ليس اهتمامها مدينة عفرين، هي ليست داعمة لقوات البيدي في كل مشاريعها وفي كل عداواتها وصداقاتها، هي حليفة لقوات البيدي في منطقة شرق الفرات وضد تنظيم داعش تحديدا. هي لا تريد أن تتخلى عن قوات البيدي، وفي المقابل لا يمكن أن تتخلى عن تركيا. الحل المقبول بالنسبة للجميع أن تخرج قوات البيدي من عفرين ويسلم آلاف أو مئات الآلاف من المدنيين السوريين من هذا الصراع الذي سيدفع ثمنه غاليا، وليس لهم مصلحة لجميع الأطراف أن تقع لا سمح الله هناك حرب ضمن مدينة عفرين، لأنه التكلفة سوف يدفعها أولا وأخيرا المدنيون المتواجدين عفرين، ولن ينتج أن أي طرف لن يحقق انتصار إلا انتصار آني. هذا سوف يزيد الشرخ ما بين سواء كان الأكراد والأتراك وما بين الأكراد وما بين العرب. هذا أنا أعتقد خطأ جسيم أن يرتكب ذلك سواء كان الأتراك أو قوات البيدي. نعم سيد إلهام أحمد، يعني لما تقولون أن تركيا هي تبيد أو تحاول إبادة كل الأكراد بينما هي تعلن بوضوح أن هدفها هي هذه المجموعات التي تراها مرتبطة بعبد الله أوجلان وتهدد أمنها القومي، يطرح السيد نشار هذه النقطة، ما ردك؟ أعتقد كان من المطلوب من السيد سمير بأن يكون على علم بما يحدث في تركيا، والسياسات التي تمارسها الحكومة التركية ليست تجاه الكرد فقط، إنما تجاه أي شخص ديمقراطي في تركيا ينادي بحقوق الإنسان وينادي بالديمقراطية. تقريبا كل تركيا تحولت إلى سجن، فإن كان السيد سمير خارج هذا السجن فهذا أيضا له أسباب. وأعتقد بأن لو وحدات الحماية الشعب حملت ورفعت صور أردوغان وسط الرقة وحملوا علم الدولة التركية لما كانت الدولة التركية تهجمت بهذا الشكل على وحدات حماية الشعب. لذلك فالذي تم تطويره حتى الآن باسم الأمة الديمقراطية هو المشروع الوحيد الذي أعاق مسألة اقتتال داخلي وحرب دموية ونزاعات داخلية ما بين المكون الكردي والعربي والعربي والمكونات الأخرى. لكن لأن هذا المشروع أعاق هذه السياسات وهذا المخطط الشيطاني، تقوم الآن الحكومة التركية بمهاجمة هذا المشروع ولا تفتح المجال أمام تطبيقه في سوريا، ولا أقول فقط في الشمال السوري. طيب سيد إلهام، ما تصورك لمسألة مستقبل عفرين؟ من يحكم عفرين في حال كان هناك تسوية برعاية روسية وعادت القوات الروسية إليها وربما دخلتها قوات من الجيش السوري؟ هل في تصورك ستكون الأمور مستتبة أم أن خطر صراع عربي كردي سيكون قائما؟ طبعا الحكومة الروسية إن لم أكن مخطئة كانت هي أول دولة أعلنت بأن الدستور السوري يجب أن يكون فيدرالية، أي سوريا المستقبل يجب أن تكون فيدرالية وحقوق الكرد مضمونة ضمن هذه الدولة الفيدرالية. لكن فيما بعد وعندما رأت وبعد دحر داعش في شرقية الفرات، أعتقد بأن الحكومة الروسية في هذه المرة أحست بالخطر وشعرت ولا تزال تتهمنا بأن الكرد اتفقوا مع الأمريكان ضد روسيا وضد الدولة السورية، هي الآن تسعى إلى تقسيم الأراضي السورية، علما أن الاتفاق الذي تعقده الحكومة الروسية مع تركيا هي التي تؤدي إلى تقسيم الأراضي السورية وهي التي ترسم حدود جديدة
داخل الأراضي السورية. لذلك فهذه الاتفاقيات أو عقد أي اتفاق مع الحكومة الروسية، نحن أول ما من كنا نتعامل مع الحكومة الروسية، وكان من المطلوب فقط كنا نطلب من الحكومة الروسية بأن تعطي ضمانات بأن هذا النظام سيكون نظاما ديمقراطيا، وبأنها ستضمن حقوق الشعب السوري ومن ضمن الشعب الكردي بأن حقوقه ستكون مضمونة داخل الدستور. لكن الحكومة الروسية لم تعطي ضمانات، ودائما قالت بأننا نعجز بالضغط على الحكومة السورية بأن تقبل الديمقراطية أو تقبل الدستور، تغيير الدستور أو تقبل بتقديم أي تنازل. بعبارة واحدة سيدة إلهام أحمد، تشعرون أنكم ستدفعون الثمن ولن يبقى معكم أحد من هذه الأطراف؟ طبعا نحن ندفع الثمن حاليا، نحن ندفع الثمن في عفرين وفي مناطق أخرى، وليس نحن فقط، إنما الشعب السوري بالكامل يدفع الثمن. طيب سيد إلهام، للأسف صوتك يتقطع. هذه المصالح السياسية للدول العظمى. نعم طبعا بسبب خلل في سكايب، سنكون معك طبعا ومع سائر الضيوف بعد هذا الفاصل الأخير، ونتحدث أيضا في ملف الغوطة الشرقية أيضا مع استمرار الغارات، وفي ظل اتهام واشنطن قبل قليل على لسان السفيرة في الأمم المتحدة نيكي هيلي لموسكو بأنها تعرقل أو عرقلت آلية التحقق من استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. نستكمل بعد هذا الفاصل الأخير. الجزء الأخير من ساعة حرة، دكتور سمير صالحة، باختصار في موضوع عفرين، ما هو التصور الأنسب بالنسبة إلى تركيا لمستقبل عفرين ومن يحكم عفرين؟ يعني أظن حتى الآن أنا رأيي الشخصي طبعا هذا ما زالت أنقرة تراهن على احتمال أن يكون هناك تحرك روسي، تحرك أمريكي بشكل أو بآخر باتجاه الضغط على هذه المجموعات لمغادرة مدينة عفرين بدل الدخول في عملية عسكرية واسعة بهذا الشكل. لكن هل سترضى هذه المجموعات المغادرة أم لا؟ هذه هي النقطة العالقة. قبل قليل قلنا أنه واشنطن، أنا قلت، تتابع عن قرب موضوع عفرين. نعم ما زلت عند رأيي. لماذا؟ لأنه منذ البداية القيادات السياسية والعسكرية الأمريكية قالت لنا، حملت تركيا مسؤولية إضعاف الحرب على داعش عندما قالت أنه المقاتلين في البي واي دي يتركون المنطقة ويذهبون إلى القتال في عفرين. هؤلاء المقاتلين هم المقاتلين الذين ترعاهم وتدعمهم أمريكا، الآن هم في عفرين. لذلك الضغط الأمريكي مهم ومطلوب جدا. اليوم أخ حسين كان في تصريح مهم لوزير الخارجية التركي مولود شاوشاولو من موسكو، تحدث عن وجود آلية ثلاثية، يقصد الأستانة، تنسق فيما بينها، وطالب بشكل أو بآخر بآلية مشابهة هذه المرة في منبج. هذه الآلية برأيي قد تساعدنا أكثر فأكثر، إذا ما تمت هذه الآلية قد تكون روسية أمريكية تركية هذه المرة لامتصاص كل هذا التصعيد في الملفات. واشنطن الآن هي التي تتردد، خصوصا بعد عملية سحب وزير الخارجية تيلرسون الذي كان برأيي يتبنى هذه الفكرة وهذا الطرح. هل يعني أن واشنطن ستذهب بمنحى التصعيد أم لا؟ هذا ما لا نعرفه بعد. وهذا ما أردت الاستفسار من نايل جاردنر في شأنه، هذا التغيير الأخير في الإدارة الأمريكية، يعني إلى حين تثبيت المسمى لوزارة الخارجية مايك بومبيو، وطبعا بعد إقالة تيلرسون، هل نتوقع في الملف السوري تحديدا أي تغيرات ما؟ يبدو أن التصعيد مع روسيا يتصاعد، هناك اتهام أمريكي اليوم لروسيا بعرقلة آلية التحقق من استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، في ظل طبعا تقارير كانت في الأسبوع الماضي عن احتمال ضربة أمريكية للنظام السوري في حال ثبت ذلك. ما تصورك للمرحلة المقبلة لجهة كيف ستتعامل واشنطن مع ملف السوري عموما؟ لا أعتقد أنك سترى أي تغير أساسي في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. ما رأيناه في الماضي في آخر 14 شهرا
في عهد الرئيس ترامب، ما رأيناه هو مقاربة أكثر نشاطاً من جانب الولايات المتحدة ضد كل من روسيا وإيران. وأتوقع أنه مع وصول بومبيو كوزير جديد للخارجية في أعقاب تأكيد مجلس الشيوخ الذي قد يتطلب شهراً أو أكثر، ربما نرى مقاربة أكثر نشاطاً تجاه موسكو وطهران، خاصة تجاه الإيرانيين. أعتقد أن بومبيو قلق جدا بشأن صعود النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق، وهو شخص ملتزم إلى حد كبير بإيقاف تقدم القوة الإيرانية في الشرق الأوسط. وأعتقد أنه مع بومبيو هو سيتبنى مقاربة أكثر صرامة مع سوريا بالمقارنة مع تيلرسون. الموقف الأمريكي تجاه سوريا نشط، والسفيرة الأمريكية نيكي هيلي أصدرت بيانات قوية هذا الأسبوع حذرت فيها النظام السوري، نظام بشار الأسد، ضد استعمال الأسلحة الكيميائية، وإذا استعملت هذه الأسلحة أمريكا سترد من جديد ضد النظام السوري. أنا أعتقد أن موقف واشنطن حالياً قوي جداً تجاه سوريا، ومع بومبيو أعتقد أن هذا الموقف سيكون أكثر قوة. الخيار العسكري الأمريكي سيكون وارداً على شكل ضربات محدودة كما حدث في مطار الشعيرات أم أبعد من ذلك؟ نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لاستعمال القوة العسكرية عند الضرورة ضد نظام الأسد إذا تحرك واستعمل الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة جدا لإيقاف أي نوع من الأفعال الإجرامية من جانب نظام الأسد. أيضا أمريكا مستعدة للدفاع عن قواعدها ضد أي نوع من الهجمات الروسية، كما رأينا قبل أسابيع عندما قام القراصنة المرتزقة الروس بعبور النهر. أمريكا كانت مستعدة لاستخدام قوة هائلة ضد الروس أيضا إذا حاولوا تعريض حياة العناصر الأمريكية للخطر. يمكنك التأكد أن الإدارة ستستعمل القوة ضد نظام الأسد وعند الضرورة ضد المرتزقة الروس أو من يتصرف بالأصالة عن النظام الروسي. سيد سمير نشار، يعني بالعودة إلى موضوع المقايضات الذي تحدثت عنه في موضوع عفرين وشرق إدلب وغرب إدلب، هل تتصور أن المرحلة المقبلة ستشهد حسما لهذه المواضيع، وبالتالي هل نتحدث هنا عن تقسيم فعلي للنفوذ لقوى غير سورية على الأرض السورية، غير عربية حتى؟ أنا أعتقد أن سمة المرحلة القادمة هي تدخل لدور أمريكي فاعل ومتفاعل في الملف السوري. إدارة ترامب تختلف نهائيا عن إدارة أوباما. هناك عدة خطوات قامت بها الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب خلال عام واحد فقط، لم تقم بها إدارة أوباما خلال 6 سنوات، وهذا مؤشر حقيقي على أن إدارة ترامب سوف تتعامل مع الملف السوري بطريقة مختلفة جدا عن إدارة أوباما، وسوف تكون فاعلة، وخاصة بعد أن أعلنت الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا. الاستراتيجية الأمريكية وضعت المسؤولية على بشار الأسد ونظامه في إيجاد الجماعات المتطرفة، سواء كانت القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة، وهذه تهمة خطيرة أن النظام السوري هو من ولد أو ساهم في توليد هذه المنظمات من خلال ممارسات قمعية ضد أكثرية الشعب السوري. وبالتالي الخطوة التالية، الجميع أصبح يعرف أن إيران أصبحت دولة محتلة لسوريا، وهي ذات مشروع إقليمي، وليس فقط في سوريا وإنما في العراق وفي سوريا وفي إيران وفي الخليج العربي وفي اليمن. وبالتالي هناك أولوية لم تكن واردة بالنسبة لإدارة أوباما
في المرحلة السابقة أن الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب سوف تتصدى للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وتحد منها. أنا أتوقع أن هناك تصعيدا أمريكيا قادما، وخاصة بعد شهر ربما الرئيس الأمريكي لن يقبل تجديد الاتفاق النووي مع إيران، خاصة بعد أن فشلت الجهود الأوروبية في إقناع إيران بتحجيم دورها الإقليمي، سواء كان كما ذكرت في العراق أو في سوريا. سوريا هي الساحة الملتهبة، لذلك سوف نشهد ربما تحديات وصراعات. لن يكون هناك تدخل عسكري كبير، لكن الضربات العسكرية الجوية هي سوف تكون ضربات موجعة، ليست كضربات مطار الشعيرات أو ضربات دير الزور. أنا أعتقد أنها الضربات سوف تكون أقسى، لكنها لن تسقط النظام السوري، وسوف تترك الفرصة لروسيا بأن تلعب دورا لإيجاد صفقة سياسية تتناسب مع ما طرحته الاستراتيجية الأمريكية، واللاورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للوسيط الدولي ديمستورا، والتي حددت فيها ملامح الحل السياسي وطبيعة النظام السياسي الذي يجب أن يكون في سوريا، وأن بشار الأسد لن يكون له أي دور. ويجب أن يعلم الجميع أن الاستراتيجية قالت بوضوح أن سوريا سوف تبقى دولة موحدة ودولة مستقرة ودولة ديمقراطية. سيد نشاط، دعني أعطي سيد إلهام أحمد نصف دقيقة. سيد إلهام أحمد للختام، تتوقعين دورا أمريكيا أكثر دعما لكم في المرحلة المقبلة؟ طبعا يعني الدعم من المتوقع أن يزداد الدعم، باعتبار أن ظهور داعش وإعادة انتشاره لا تزال محتملة واحتمال كبير جدا، خاصة بعدما تم سحب قوات سوريا الديمقراطية وإرسالها إلى عفرين، ولا تزال عمليات إرسال القوات مستمرة، وهذا ما يضعف الجبهات الأمامية في مواجهة داعش. لذلك يتطلب الدعم، ومن المطلوب أن يزداد من هذا الإطار. شكرا جزيلا لك سيدة إلهام أحمد من الرقة، دكتور سمير صالحة من اسطنبول، سيد سمير نشار من اسطنبول، ودكتور نايل جاردنر من واشنطن. شكرا لكم مشاهدينا للمتابعة، إلى اللقاء.